بانتصارات الجيش العربي السوري أقامت المؤسسة العربية للإعلان حفلاً فنياً جماهيرياً على مدرج قلعة حلب أحياه الفنان فارس أحمر، وسط حضور آلاف من أبناء مدينة حلب تابعوا الحفل داخل وخارج القلعة وسط ابتهاج وسعادة كبيرة لعودة الحياة إلى مدينتهم القديمة وقلعتهم الشامخة. حلب تنبض في الحياة، حلب لا تموت، حلب سوف تقوم من أزمتها، حلب سوف تتعافى، سوف تتعالج وتعالجت في وقت سريع بفضل قوات جيشنا الغالي الجيش العربي السوري. أكيد اليوم بهذا الحدث الجميل بقلعة حلب أنا رح أوصف لك إياه بكلمة، يعني أنا فرحي بهالناس هلأ اللي رح تشوفوها بعد شوي، هالناس الكثيرة هي اللي أجت هيك مترادفة إلى وراء بعضها لقلعة حلب الشهباء، جاي تفرح، جاي تفرح حجار القلعة، الحجار اللي عدى علي مأساة جاي تفرحها. اليوم هو أكيد تجسيد لانتصارات الجيش العربي السوري، ولولا تضحيات الشهداء وجيشنا العربي السوري أكيد ما كانت حلب اليوم عم تحتفل، فاحتفالنا اليوم أيضا بانتصار تحرير مدينة دير الزور، وإن شاء الله الاحتفالات قادمة بتحرير سوريا بالكامل. رسالة من حلب الشهباء إلى كل العالم أنه سوريا منتصرة وحلب راح تكون دايما اللؤلؤة لسوريا. أكيد أكيد شيء كتير مهم، هذا برج العالم كله انتصاراتنا وصمود أهل حلب، وإن شاء الله عقبال كل سوريا بإذن الله يا رب. رجع هيك بهالطريقة هي أكبر دليل على أنه نحن منقدر نرجع بعد الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري، تحرير كل حلب تقريبا، لازم صار اللي بقى نفرح كلياتنا ونرجع لحياتنا الطبيعية. هاي الحفلات يعني تعبر عن ثلاث شغلات، أول شيء عن فرحة رجعتنا بدير الزور، وعن فرحتنا بحلب، وعن فرحتنا بالعيد الإخراني كان هو عيد الأضحى. جانا إن شاء الله وتعالى الأمن والأمان، وخصوصي بعد تحرير دير الزور الحمد لله، يعني نحن كتير مبسوط كتير كتير إن شاء الله لما بتحرر المناطق الأخرى إن شاء الله وننبسط أكثر. والله هيك انبسطنا إنه هيك نرجع لقلعتنا يعني هيك نرجع لحفلاتنا وأيام زمان والقلعة، الله يجعل هيك الفرج وهيك على كل البلد يا رب. الحضور تفاعل مع القدود والموشحات الحلبية والطربية التي أدها الفنان فارس الأحمر، معبراً عن سعادته بهذا العرس التي تعيشه سوريا في حلب الشهباء بفضل انتصارات رجال الحق رجال الجيش العربي السوري.